دوري جديد بنظام جديد ليلائم الفترة الاستثنائية المقبلة من ارتباطات المنتخب والأندية، نفذته الشركة الألمانية التي استعانت بها رابطة الأندية المصرية المحترفة، والتي أجريت القرعة إلكترونيا من دور واحد في المرحلة الأولى. نظام جديد وقرعة بشكل جديد، شركة ألمانية جاية تعمل نظام المسابقة، نتمنى لها النجاح إن شاء الله، ونتمنى الشكل يبقى يطلع كويس بإذن الله. طبعا دي ظروف استثنائية، شكل الدوري السنة دي، لكن ان شاء الله نتمنى الانتظام للمسابقه، لان الشركه دي المفروض جايه عشان خاطر الدوري يبقى منتظم. المفروض ان احنا مغيرين شكل الدوري عشان كده، وجايبين شركه المانيه عشان كده، عشان يبقى الدوري منتظم ومفيش تاجيلات كتير او الحاجه مترتبه معموله صح. الاجنده الدوليه والحاجات دي المفروض تبقى معموله صح، فالمفروض ان احنا مغيرين شكل الدوري عشان خاطر يبدأ في ميعاد وينتهي في ميعاد. الدوري المصري هذا الموسم طبقا لما أعلنته الرابطة سيلعب خلال 7 أشهر، حيث ينطلق نهاية أكتوبر الجاري وينتهي بنهاية مايو من العام القادم. شايف القرعة، إن القرعة دي مش جديدة على حرس الحدود. طبعا احنا حرس الحدود صعدنا للدوري الممتاز السنة دي بعد غياب سنة واحدة بس. الموسم الاستثنائي ده احنا جربناه السنة اللي فاتت، يمكن احنا في دوري مختلفين لعبنا بنفس النظام اللي هيتلعب بيه الدوري السنة دي، فاحنا التجربة دي خدناها السنة اللي فاتت، لعبنا دوري من دور واحد، بعد كده تم تقسيم مجموعتين. نفس النظام هو اللي احنا مرينا بيه، مش هيبقى جديد علينا. هو طبعا موسم كان صعب بالنسبة لنا لما لعبنا بنفس النظام دوت. النظام ده انا شايف برضه هيبقى صعب شوية، لان في ناس برضه اول مره تخوض التجربه ديت، بس ان شاء الله انا متوقع عشان احنا خدنا التجربه ديت السنه اللي فاتت ان احنا نأدي بشكل كويس فيها ان شاء الله. وعلى هامش قرعه الدوري اجريت قرعه كاس رابطه الانديه، والتي تشهد اقامتها بنظام المجموعات، لتنتهي المسابقه يوم 10 يونيو القادم. كاس الرابطه هينتهي في 10/6، هيبتدي الدور الاول، ما قالوش ميعاده امتى، لكن الادوار الاقصائيه هتبتدي بعد نهايه الدوري، لكن هينتهي في 10/6. الموسم كله هينتهي في 10/6، اعتقد موسم مثالي لكل الفرق. الدوري المصري امام تجربه جديده ان نفذت ستساهم في انتظام المسابقه وعدم تلاحم المواسم خلال السنوات المقبله. ايمان حفني، بوكس تو بوكس، اي تي سي.